بخط الوسط شارك هو كمان في التدريبات بعد ما تخلص من كدمة القدم اللي تعرض لها مؤخرا وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربي امبارح. عايزه اقول كمان ان ريني فايلر حرص على اجراء تقسيمه قويه بالكره للاعبين اللي ما شاركوش في مباراه الانتاج، وده كان في ختام التدريب النهارده، وساعتها حتى وجه العديد من التعليمات الفنيه للاعبين، وده اللي فايلر خلاص اتعود عليه في كل تدريب. بعيدا بقى عن الاهلي وعن